أبو حنيفة قال ما تنقدش، تلك المقولة الشهيرة بفيلم مراتي مدير عام، والتي طالما تذكرناها ورددناها وسرعان ما نرددها نتذكر بطلها. إنه شفيق نور الدين أو زعيم الفلاحين أو الفنان الفلاح كما كان يطلقون عليه. شفيق محمد نور الدين تلك اسمه. مولده في 15 سبتمبر عام 1911 في إحدى القرى التابعة لمحافظة المنوفية. تأثر منذ الصغر بعروض السيرك والأراجوز والبلياتشو وأيضا المسرح، والتي كانت تجوب قرى ومحافظات المحروسة، والتي كان لها تأثير قوي في عشق شفيق نور الدين للتمثيل. وفي حينها قرر تكوين فرقة مسرحية مع أصدقائه، والتي كانت بمثابة الدفعة القوية في اتخاذ قرار احتراف الفن، وكان يقوم بدور الممثل والمؤلف والمخرج بتلك الفرقة. التحق بمدرسة الصنايع، ولكن حبه للفن والتمثيل كان له رأي آخر، فكان يرى نفسه فنانا فقط لا غير. لذلك فشله في مدرسة الصنايع كان أمر طبيعي. بعد استقرار عائلته في القاهرة التحق بمعهد التمثيل عام 1931، وتتلمذ على يد زكي طليمات وجورج أبيض. ونظرا لموهبته الملفتة فقد ألحقه جورج أبيض لفرقته المسرحية، وظل يعمل بها حتى عام 1936. ونظرا لأنه كان يؤدي أدوار ثانوية لا ترضى طموحه الفني، فقد ترك الفرقة والتحق بالفرقة القومية، وكان يلتحق بها بلا أجر. تنقل شفيق نور الدين من ممثل ثانوي طارة وبين ملقن للفرقة طارة أخرى، ولأنه كان قد قرر أن يختار طريق الفن فلم يجد أي سبيل آخر سوى الانتظار. حتى عام 1942 أسند إليه دور الكاهن بمسرحية توت عنخ آمون، وكان الدور بمثابة البلورة التي تكشف ما بداخلها، فقد أدى الدور باحترافية عالية مما لفت إليه الأنظار، لتتوالى عليه الأدوار دور تلو الآخر ومن شخصية إلى شخصية أخرى، أعمال سينمائية ومسرحية، حتى ثبت وجوده بين وجوه الفن في تلك الفترة. أكثر من 40 عاما هي الوقت التي مارس فيه شفيق نور الدين هوايته قبل أن تكون مهنته، وهي التمثيل. مثل من خلالها أكثر من 100 فيلم والعديد من المسلسلات والمسرحيات. وجدير بالذكر إنه كان يمثل في مسرح الدولة حتى تم سن التقاعد، حيث أن في تلك الفترة الفنانين العاملين بمسرح الدولة لهم سن تقاعد. الكثير من اللزمات والكلمات التي نتذكرها دائما وأبدا لبطل حلقتنا الليلة، منهم أبو حنيفة ألمة القدش، وهو الدور الذي أداه بحرفا عالية بفيلم مراتي مدير عام. ويجب أن نذكر أيضا شخصية علي الطواف بمسلسل علد الدغري، واللزمة الشهيرة اشتري لي جزمة يا مصطفى. ذلك الرجل الطاعن في السن والذي يعمل بفرن العيش ويبحث دائما عن حذاء يرتديه. الرجل اليهودي الديانة، الموظف الغلبان، الأب الحنون، الرجل البخيل، والعديد من الشخصيات المتنوعة والتي قدمها الفنان الراحل، حيث أن تكوين جسمه ونبرة صوته جعلته خامة جيدة يستخدمها المخرجين كيف شاءوا. أهم ما قدم الفنان شفيق نور الدين طيلة حياته الفنية: مراتي مدير عام، أمير الدهاء،
سيدة القصر، بائعة الخبز، أربع بنات وظابط، ذهب، يوميات نائب في الأرياف، معبودة الجماهير، القاهرة 30، عدو المرأة، لوعة الحب، أم رتيبة، اسم عين ياسين في السجن وأيضا في الطيران. أما المسرحيات التي شارك بها: في بيتنا رجل، حلاوة زمان، المحروسة، قهوة الملوك. الفنان شفيق نور الدين له من الأبناء 6 من زواج خارج الوسط الفني. ولمن لا يعلم أن الفنان نبيل نور الدين هو ابن الفنان شفيق نور الدين، وبسبب الظروف الصعبة التي مر بها شفيق نور الدين منذ بداية احترافه الفن حتى سطوع نجمه، كان رافض رفض قاطع احتراف أي أحد من أبنائه للفن، ولكن رضخ أمام محاولات ابنه نبيل المستميتة لدخوله لعالم الفن. 14 فبراير عام 1981 كانت النهاية، حيث توفى الفنان شفيق نور الدين عن عمر يناهز 70 عاما وفي هدوء تام، بعد أن حصل على عدة تكريمات من الدولة، وأهمها تكريم الرئيس أنور السادات له. وبعد وفاته تم إطلاق الشارع المؤدي لمسقط رأسه باسمه تكريما له. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.